مرحبا بكم، معكم أستاذكم محمد علي الجابسي، أستاذ أول مميز، 25 سنة خبرة، يعني ربع قرن. حبيت نحكي للي بارون، خاطر 100% اللي بارون تبعوا لورونتاسيون متاع صغارهم. راهو لورونتاسيون للإيكونومي اي جيسيون سوني با اون فويت من الماتيماتيك، ماهوش هروب من الماتيماتيك. علاش؟ على خاطر كو سو سوا في الباك كورسون دو سي ان بو لور، و في السوبيريور ديما باش تلقى في المات، في البروميير اني و دوزيام اني في الفاكولتي باش تلقى مات 1 مات 2 مات 1 مات 2 على خلاف زاده من شيره اخرى. فما لي ماتير الكل فيهم الماتيماتيك. حتى ولدي انا ان شاء الله باش نقيدو بصراحه في ليسينا. علاش؟ على خاطر اولا الفكره نتاع التدريس عن بعد هي فكرة انتريسانت. واحد يكون محفوظ في دارهم معاه أستاذه في اللي لايف يسألوا كما يحب، ما فهميش أكل لو شايو اتسيتيرا. فما لو كونتاكت ديريكت، لو كونتاكت ديريكت مع البروفيسور، وهذا أنا نأكد عليه برجة، مع العلم، مع زيادة على ذلك يعني حكيت لو نيفو لو نيفو إلفي نتاع أساتذتنا في بلاتفورم هذية. أنا جيت مع منصة ليسينا البلاتفورم على خاطر أولا على مستوى الشكل، على مستوى الفورم لي فونداتور أون مي بوكو دو ديسبوزيسيون، برشا موان تكنيك وبرشا موان تاع دي روسورس يومان، ناس في تقريبا المجالات الكل. وعلى مستوى الفورم على خاطر ريت اللي زملائي اللي معايا يقريو تقريبا اللي هذا عنده 20-25 سنة، تبارك الله عليهم الناس الكل، وشفت زادة ديكور وشفت زادة خاصة النجاح اللي صار عمناول اللي صار في فترة سابقة. فما دي جان كي اون 1866 دي 1890 اتسيتيرا. بالنسبة لحكاية لورينتاسيون، أنا في الدوزيام أني نحب نختار من لورينتاسيون. السؤال اللي نسأله روحي، وأنا جو سوي أن بو موين في الماتيماتيك، هل كيف نختار لا تخوازيام أني في ليكونومي إي جيسيون، هل أنا هربت من المات؟ أنا نأكد لك كأستاذ عندي 25 سنة نقري، اللي كيف تختار سيت سيكسيون راهو ما فماش هروب من الماتيماتيك. Donc il faut s'investir في les maths خاصة اللي الكوفيشن نتاعها هو 2 في البكالوريا. علاش ما فماش هروب؟ على خاطر في السوبيريور راك باش تقرا مات 1 مات 2 كسوا في البروميير اني وفي الدوزيام اني، إضافة على لي ماتيماتيك الموجودين في الايكونوميتري، في الايكونومي، في الجيستيون ايتترا. تعرفوا لي البروميير اني هو نيفو ان بو ديفيسيل. علاش؟ اول حاجه على خاطر فيه شانجمون دو لانغ. تعرفوا اللي 7 8 9 يكونوا يقراو بالعربيه، بعد يوليو يقراو بالفرنسي، وهذايا ساعات يمثل مشكل لبعض التلامذه او لاغلبيه التلامذه. اثنين، فما ان شانجمون دابروش، تكون دي ماتيماتيك ديسكريبتيف، معناها يكون يوصف، بعد لي ديمونستراسيون يوليو بلو بروفون، يوليو اكثر ريغور سي فو فولي. اي سورتو زاد فما حكايه لو شانجمون تاع البيئه، يكون يقرا في كوليج يولي يقرا في ليسي، فما حكايه العمر يدخل في اون سيغتان ادوليسونس ايتترا. دونك هذا الكل يلزم واحد يلتيان كونت بيه باش ينجم يتعامل مع تلامذتنا اللي في البروميير اني. هذاك علاش هما لي فونداتور يحاولوا يكونوا يلفيز لي بروفيسور دو سو تيب. اثنين، عندنا حكايه لو ثروازيام اني ايكونومي، لهنا مشكله كبيره اللي العباد اللي ماشيه ثروازيام ايكو في بالها هاربه من المات. وانا بتجربتي في لي فاكولتي بريفي نحب نقول لكم اللي ما فماش هروب من المات، حتى ولو كان تقرا في الايكونومي، عندك الفينانس،
في برشا مات، ليكونوميتري في برشا مات، اتسيترا. المات بيدو عندكم مات 1 ومات 2 في البروميير اني وفي الدوزيام اني. اي لو في البكالوريا لو بروغرام ايلي سيريو. بون عندنا في الثوازيام اني دو فولي، عندنا حاجه تو سكي فونكسيونيل على اناليتيك معناها لي فونكسيون اتسيترا، وعندنا لابروش امبيريك معناها لي ستاتستيك، عندنا لو دينومبرومون، عندنا لي بروبابيليتي. بون اتلين تلقى شويه صعوبه في حكايه تو سكي فونكسيونيل وكل شيء. وانا وزميلي ان شاء الله خاطر احنا زوز سيده واخدين لا ثوازيام ايكو، ان شاء الله نكونوا نوصلوا لكم المعلومه ونبسطوها. ثالث نقطه نكمل بها بالنسبه للثوازيام ايكو هو الربط ولا الوصل مع لا فيناليتي، خاطر لوبجيكتيف الفيناليتي نتاعنا هو البكالوريا. دونك نحب نجلب انتباهكم اللي البكالوريا صحيح فيها درس ولا زوز اللي هما ان بو اوتونوم و انديبوندون على لا ثوازيام اني، اما راهو لو فون دو مون فوندمون الكبير نتاع البروغرام نتاع البكالوريا خاصه في توسكي اناليتيك اي فونكسيونيل راهو يتاخذ من ثوازيام اني. بالنسبه للدوزيام اني لو دوزيام ايكونومي اللي هو يحضر ثوازيام اني، دونك شفت ثوازيام اني حكينا على الكاتريام ايكو، وباش نحكيو توا على العام اللي قبله اللي هو دوزيام ايكو. هو بروغرام سيريو باسيونون على خاطر يحكي فيه برشا ربط مع لا سيكسيون اللي هي ليكونومي اي جيستيون، برشا ربط على مستوى لي بورسنتاج، على مستوى لي تو داكروسمون ايتترا. دونك سي ان بروغرام باسيونون وانا واخذه معكم على مستوى لي لايف ان شاء الله. انا نشجعكم برشا على منصه ليسينا على خاطر لي زارغومون اللي قلتهم لكم الاول اللي هما لي زارغومون تاع لي مويان، وانا نمن اذا كان تحط لي مويان ان شاء الله فما لي ريزولتا اللي هما ديجا صاروا في لي زاني بريسيدونت. سور سو جو فو لاس وان شاء الله ربي ينجح الناس كلها.